مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. لسه بتيجي على قنوات التواصل الاجتماعي أشياء كثيرة عن موضوع الكوفيد وفيديوهات ما أنزل الله بها من سلطان. الناس يعني مش تخصصها، ما بدي أحكي إشي، بس بتخبص، وبالتالي طبعا الكلام اللي فيه تخبيص هذا حلو كثير إنه ننشره. وأنا برجع بحكي كل مرة بحكيها، أنكم ستحاسبوا أمام الله سبحانه وتعالى على التخويف وعلى نشر المعلومات الغلط وعلى كل هاي الأمور. ما في حدا بتحقق، يعني قلال اللي بروحوا بتحققوا للأسف من صحة هاي المعلومات. هورجيكم هذا الفيديو وححكي لكم قديش فيه غلط هذا انتشر. إن شاء الله تكون هاي توعية. أنا عارف الفيديو تبعي مش حينتشر زي الفيديو هذاك، لأنه هذاك فيه كذب وفيه تلفيق، وإن شاء الله رب العالمين نقدر نوصل لأكثر ناس ونقدر نوعي الناس إنه بديش إياك تنشر الفيديو. أنا مهم عندي إنك توصل للحقيقة، أنت تعمل سيرش بنفسك. شوفوا هذا الفيديو شو بيحكي. هذا اللي وصلني طبعا اليوم. هذا لقاح ضد كورونا، هدول اللقاحات اللي أنتم شايفينه ضد كورونا بيوزعوه للدول الثالثة اللي إحنا دجاج. زعلان الأخت، خليني أكملكم، يعني بديش أقطع هذا، حنرجع نحكي عن الفيديو. تمام. الدول الثالثة وممنوع يدخل أمريكا وكندا والاتحاد الأوروبي، لأن هدول ما لنا موافقين، هدول للشعب إحنا، هدول لأفريقيا والمغرب وليبيا والسعودية والكويت وسوريا والأردن ولبنان، الشعب الثالث. تمام. لحنا يعني أنا مستحية إني أقول هالكلام هذا، بس لحنا الفئران اللي بدهم يجربوا فينا. تمام. بقى بتمنى كل واحد فيكم عقل براحتكم. أنا من جهتي أنا وعيالي ما حنتلقح، لو بدهم يرجعوا أولادي من البيت بدون مدرسة ما حنتلقح، لو بدهم يطلعوني من البلد كله ما حنتلقح. تمام. أنا وعيالي وبيتي مستحيل ناخذ هذا اللقاح، واليهود وأمريكا وكندا والاتحاد الأوروبي كله رفضوا يتلقحوا من هذا اللقاح. تمام. حبيت بس أنوه لكم، حاولوا أنكم تقروا، حاولوا أنكم تعملوا سيرج، حاولوا. أنا بعرف إنه هذا الشيء حيأثر علي، بس أنا مو هاممني، أنا ما بخاف غير من الله. يا عيني عليكي. تمام. طيب، أول غلط كبير في الموضوع إنه هذا اللي بتحكي عنه ريمديزيفير مش لقاح، هذا علاج تم وضعه من قبل شركة أمريكية، طبعا هو قديم، إنه حاولوا إنه يستخدموه ضد الكورونا. فهو مش لقاح يا بنتي، ولا انتج كلقاح، يعني ما بعرف، خبصت الدنيا متى حيتلقى هذا. لواحد أصيب بالفيروس بعالجه فيه، أوكي. بعدين لما أنا عملت سيرش يا حضرة السيدة اللي بتحكي سيرش، طبعا هذا المسج طلع مترجم عن مسج كان انتشر في أفريقيا عن هذا الموضوع بنفس الصيغة ونفس الكلام، أوكي. وجدت هذا الفيديو نفسه مترجمه، يعني هي اكتشفت شيء غريب، للأسف هي ترجمته حرفيا، أوكي. وطلع كل اصلا المسج مخطئ. طبعا في جريده حكت عن هذا الموضوع، وبدي اورجيكم بس اللقاح اطلعوا عليه. اذا انتم شايفين هم مكتوب هون not for distribution in US Canada or EU، اوكي، not for distribution يعني لا يوزع في الولايات المتحده وكندا او الاتحاد الاوروبي، اوكي. كلا لا. طبعا لما انت هذا لقاح بتعمل على كوفي فور، بس اعمل سيرش، اوكي. خلينا اورجيكم لما نعمل سيرش باسم الكوفي فور، طلع يا جماعه شركه هنديه منتجه نفس المنتج، اوكي، اسمها هيليترو، واللي مكتوب هون فور يوز ان انديا اونلي نوت فور اكسبورت، لانه كل الدول صارت تحاول تمنع الإكسبورت عشان تخلي قد ما تستطيع من مدام إنتاج محلي، قد ما تستطيع لمحاولة إنه يستخدم محليا، يعني ما ينباع برا الدولة اللي مصدرها. وأمريكا نفس الشيء سوت، وكندا نفس الشيء سوت، يعني الدول هاي ما عم بتحاول إنه تبيعه خارج الدولة، لأنه في ضغط
على استخدامه، بدهم يضلوا، اذا انباع برا ممكن يقل المخزون الداخلي. فهذا الموضوع طبعا هون هذه الجريده حكت عن الكذب، واحد بالفوتوشوب ولا اسهل منها، يعني الموضوع مش صعب، مغير هاي الكلمه not distribution in the US، الاصل تبعها for use in India only not for export، ليس للتوزيع. مره ثانيه انا ما عم بحكي انه اللقاح جيد او سيء ولا الدواء هذا جيد او سيء، بس يا جماعه خلينا نفرق، خلينا نفكر بعقلنا. التخبيص اللي خبصته السيده هاي بغض النظر عن عمد او غير عمد، هذا ليس لقاح، هذا عباره عن دواء تم وضع بروتوكول عشان يساعد الناس في العلاج، بغض النظر هذا البروتوكول نجح او لا. الشغله الثانيه، انت حضرتك اللي بتحكي لنا اعملوا ريسيرش، انا عملت ريسيرش بسيط بكل سهوله خلال ثواني عرفت كذبه الموضوع انها فوتوشوب. اوكي، هون هاي الشركه هذا اللي بيحكي عن الموضوع انه يعني بدي اورجيكم بس الجرائد اللي كتبت عن الموضوع يا سيدتي اللي بتحكي لنا في ريسيرش، هذه جريده كامله تحكي عن هذا الموضوع زي ما انتم شايفين انه هذه كذبة. again بس واحد عامل فوتوشوب ونازل في الاصل تبعها مش not to distribute، ولا احنا لابرات زي ما حكت الكلمة بالضبط، احنا في ايران تجارب في ايران، اتقوا الله فينا يا جماعة، اتقوا الله. اول اشي هذا مش فاكسين، هذا الدواء، دواء يعني ما بعرف لأمتى بدنا حسبنا الله ونعم الوكيل، بس هذا بدنا نحكي حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. واحد أولا شيء نفسيته صعبة، الوضع صعب، الناس عم بتموت، وفي ناس لسه للأسف بجهلها عم بتحاول إنها تنشر مسجات خطأ وتنقل كلام خطأ، وفي النهاية توصل لناس وهذه الناس تصدق انه واو كله هذا كذب، كله هذا ضحك علينا، وكله النظام العالمي ومش عارف شو. اتقوا الله يا جماعة، ستحاسبون امام الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله توصل هاي الرسالة، وان شاء الله نقدر جميعا انه نوقف هذه الخزعبلات والناس الخزعبلية. وانا بحكي ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. سلام، السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.